في هذا التمرين الذي يسمى بالهامينج بقول إيه بقى؟ ثواني أشغل بس الكاميرا حتى. هذا التمرين الصوت يخرج من الأنف مع صدور فراغ. ثلاث درجات، ثلاث درجات. تفضل، تفضل. ماشي، طرني جيدا. تبارك الله. في هذا التمرين سيخرج من الأنف. سيخرج من ماذا؟ هامينج. وركز على الطبقة الثالثة. وصلت؟ نعم. طيب، 3 درجات. نبدأ بال3 درجات. طيب. وهل أركز على الثالثة أم بس؟ الارتكاز على الطبقة الثالثة. طيب. طيب، بسم الله. توقف، توقف. لا أشعر بأن هناك صوت يخرج من الأنف. أحسنت، من الغنة. طيب، اسمعني كذا، اسمعني. أسمعك. نعم، قلد، قلد. أحسنت. ال3 درجات من الصدر. لا تعلو، لا تعلو. Don't ascending the steps. Three steps are the same level for the قرار. I put my hand on my chest and speak. طيب، كذلك هي تنس الصدر. أيوة. طيب. لا 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 لا. هكذا. لا، ليست هكذا. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ لقد كنت تسير على ما يرام. هل أقول لك نكتفي بهذه التمرين ونأخذ تمرين على التلاوة؟ إذا كان التمرين شاق ويحتاج إلى أم نكمل؟ نكمل ان شاء الله، لكن هامي يعني انا معلش هامي يكون الصوت مثلا بالضبط، بالضبط، بالضبط. هذا هو الهامينج، هذا هو الهامينج. تمام، ولكننا نأخذه ستيب باي ستيب. تمام. أو قياسا على تفضل. معقول، ولكن يعني
المسافة الزمنية مهمة جدا، المسافة الزمنية مهمة جدا. لماذا مهمة جدا؟ ينبغي أن نتعود على أن يكون هناك مسافات زمنية. مثلما مثلا من يقرأ القرآن ويأتي على المد المتصل والمد المنفصل، المنفصل حركتين تمام، والمتصل 4 حركات، والمدة الزمنية هنا ما ينفع أن أنا أقول لك مثلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت. لا طبعا، أين الإيقاع؟ أين زمن الأداء؟ هنا يظهر أهمية أن أنا أقول تجد أن الـ3 طبقات واضحين، كل درجة لوحدها. تمام، تفضل تفضل. وتستعمل الأنف الآن، نعم فقط. نعم أنا قلت لك، ما قلتش ها ها ها، لم أستخدم الآهات. طيب نعم. يعني أعتقد مثلا كمان مثلا يدندن أغنية، أو معاذ الله يعني يدندن أي شيء. تمام تمام كمان يدندن، كمان يدندن على نفسه، مع نفسه. أعطني 4 هامينج صعودا، والثبوت على الرابعة، والحفاظ على الإيقاع، إيقاع بطيء. طيب، وكل على درجة القرار. القرار الهامينج ينبغي أن نبدأ بالقرار. أنا لم أقل صعودا، إذا قلت لك صعودا إذن الـ4 درجات سيكون صعودا. لماذا فعلت في هذه؟ لأنك في التمرين السابق بسم الله ما شاء الله لم تحتاج إلى القرار، ولكن هذا التمرين بالنسبة لك جديد. أعتقد أنك التمرين السابق قد مارسته قبل ذلك، صح؟ نعم، صحيح. فهذا إلى حد ما يعني سيكون جديدا عليك. نعم، سلام، أعزكم الله، أعزكم الله. أسمعني. طيب. أريد أبطأ من ذلك بقليل، أبطأ من ذلك بقليل. تمام، 5 درجات. الطبقة الرابعة عندك، الطبقة الرابعة، ومع الأسف الشديد they are not in the same levels. I need the same levels from the قرار. I'm moving your neck, your face, moving your face. تفسح مجال الصوت. تمام. يعني انظر لي، انظر لي، انظر لي جيدا. الإضاءة ضعيفة. كلاهما رمى التشيس. أحسن. نعم. يا سلام، ما شاء الله. take another step. لا لا، still three. I need the this for, I need the lab number 4. add another step. 4 حركات، 4 هامينج، 4. كويس.
تمام، خمسة. خمسة. لا لا لا، لا يوجد تناسق في التدرج، لا يوجد تناسق في التدرج، أنا بقول على نفس الطبقة. خمسة، طيب، خمس درجات، لم أصعد. صح، صحيح، نعم، أعزكم الله. الله يحفظك. لا 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 يا سيد، ثاني يا سيد. يوجد يعني، تجد أنه أن الصوت هو موجات، موجات انسيابية، انسيابي، سموثينج، which you call سموثينج، تمام؟ تمام براذر؟ يوسف، do you hear me brother؟ نايف. عليكم السلام، أعتذر لقد انقطع من عندي. بقول لك أن الصوت أو التدرج في الأربع درجات أو الخمس درجات وكأنه انسيابي، سموثينج، تمام؟ نفس الدرجة، نفس الدرجة، ما صعد، ما صعد. ولما ماذا؟ يعود مرة ثانية، انسيابية. I will open the camera again to look at me. How can I practice it? بسم الله. أربع درجات، خمس درجات. معقول، معقول، هي مع الاستمرار إن شاء الله ستجد إيه؟ ستجد فارقا كبيرا بإذن الله تعالى. تمام؟ نختم كده بخمس دقائق تلاوة من القرآن. سنستعمل مقام الصبر. تمام؟ هذه ليست عن مقام الصبر، يعني هذا يعني سأتحدث عنه لاحقا بالتفصيل، ولكن يعني سنقوم بالتلاوة، أنت ستؤدي كيفما أقول. هدف من ذلك هو التدريب على تقوية مهارة السمع. تمام؟ مقام الصبع كما قلنا أنه مقام حزين، ويستعمل في الآيات التي فيها حزن.
ولنفترض مثلا يعني لا يعني سنقرأ سورة الفاتحة بمقام الصلاة، تمام؟ الحمد لله رب العالمين، نعم نفس الأداء، محاولة تحاول أن تأتي بالأداء الذي أنا آتي به. الحمد لله رب العالمين، حاول إلى حد إلى حاول الاقتباس من الأداء. هو كما قلت لك أداء حزين، مقام الصلاة مقام حزين، ويعتبر إلى حد ما هو أسهل المقامات السهلة. فينبغي عليك أن تمتلك إحساس الخشوع وإحساس الحزن، تمام؟ بنحاول يعني إن شاء الله وأن تيسر الأمر سأرسل لك بعض المقاطع بصوت الصبا لكي تتمرس عليه، وهذا بجانب بعض التمارين الأساسية، تمام؟ فردد ردد يعني كيفما استطعت. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الله، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم، هو المقام كمان مثلا عندما يقوم أحد بضرب شخص أو يشعر بالظلم والتعذيب ستجده أريدك أن تتدرب على هذا الإيحاء، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم.
رحيم. بفضل الله عز وجل بمزيد من التمارين إن شاء الله، وهذه حلقة دسمة أرجو منك استماعها مرة واثنين وثلاثة والقيام بكل تمرين، وبإذن الله تعالى سنتقابل في المحاضرة القادمة بإذن الله. فهل تحتاج مني شيئا حبيبي؟ حاضر حاضر، بصوت واضح، حاضر من عينيا، حاضر من عينيا، حاضر. اللهم اللهم